بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حسام اسماعيل، مدرس امراض القلب جامعه جنوب الوادي، ومدير وحده قسطره القلب بمستشفى قنا الجامعي. في الحقيقه في رساله من الرسائل اللي انا عايز اوصلها للناس، اللي هي عدم الاستهانه بالاعراض اللي ممكن يشكي بيها المريض، بمعنى انه ممكن يبقى اعراض زي الام الصدر اللي ممكن المريض يروح فيها لدكتور امراض صدر، او ممكن يقول عليها ان هي عباره عن مجرد ارتجاع في المريء او تعب في المعده هياخد وقت ويروح، لكن لها في الاساس هي عباره عن ازمه قلبيه، قد تكون ذبحه صدريه او قد تكون جلطه في الشريان التاجي. عشان كده انا بنصح دايما الجمهور البيشنتس او المرضى، اي مريض او اي شخص يجيله الام على الصدر بشكل غير طبيعي او بشكل غير معتاد، يدوب حتى ولو بدرجه بسيطه، يروح ويشوف دكتور قلب او حتى اي دكتور يكشف عليه ويعمل له الرسم القلب ويقيم اموره بشكل علمي. ما يستهانش بالعرض ده على انه حاجه بسيطه وحاجه هتروح وتعدي، لا، لازم ياخد الامور بكل دقه وبكل حرص عشان يرعى المريض بعنايه. والحاجات دي لما بنلحقها في البدايه بتبقى بتعود على المريض بالمنفعه الكبيره. عشان كده نصيحتنا دايما للمرضى ان اي الام بالطريقه دي لازم كل مريض يروح ويشوف الدكتور عشان يفحصه فحص جيد ويقيم اموره، وان شاء الله نتمنى الصحه والسلامه لكل مرضانا وكل خير وسلامه. شكرا جزيلا.